في المنتخب الأولمبي حصلت أزمة، والحقيقة هي أزمة على طريقة تصفية الحسابات. الكابتن أحمد شوبير طبعا تتفق أو تختلف مع بعض الأراء اللي بتصدر منه، ولكن في النهاية الكابتن أحمد شوبير هو رائد الإعلام الرياضي الحديث في مصر بلا جدال، هو رقم واحد ورقم اتنين بعيد عنه بشكل كبير جدا، وده واضح، وأي كلام غير ده فإحنا هنبخث الراجل حقه. بعض الإعلاميين بيكون على خلاف مع الكابتن أحمد شوبير لأسباب متعلقة إن الكابتن أحمد شوبير مش بيجيبه ضيف عنده في البرنامج، أو أسباب أخرى أو خلافات أخرى، أو حابب يدخل صراع مع الكابتن أحمد شوبير فالصراع ده يلقى عليه الضوء فيكون ضيف في برامج رياضية أخرى. وأنا بقول لكم وبتحدى هذا الإعلامي سيكون قريبا جدا في برنامج أحد مقدمي البرامج اللي دايما يا إما على خلاف مع النادي الأهلي يا إما على خلاف مع الكابتن أحمد شوبير. أعتقد قضية الكابتن أحمد شوبير هو عنده القدرة تماما خوض هذه المعركة إن أراد، وإن كنت أظن أنه لن يدخل هذه المعركة. لكن يتاخد في الحسابات مصطفى شوبير ابن النادي الأهلي ولاعب النادي الأهلي ومستقبل حراسة المرمى في النادي الأهلي بصفته حارس ثالث موجود في النادي الأهلي، إحنا مش بنحكم هنا فكرة مستوى مصطفى شوبير إلا لما نشوفه. كل الآراء بتقول إن هو مستقبل حارس واحد، لكن في النهاية ده لاعب في النادي الأهلي، وهنا لن نسمح بفكرة تصفية الحسابات على حساب لاعب في النادي الأهلي أيا كان مين الشخص اللي بيتناول مصطفى شوبير. فمش هنتكلم عن الموضوع ده فارس، إحنا هنتكلم مصطفى شوبير والكابتن شوقي غريب، وتم اختيار مصطفى شوبير ضمن القائمة. خرج هذا الإعلامي ينتقد بشكل حاد جدا مصطفى شوبير، وكأن مصر كلها والقائمة المنتخب الأولمبي والمنتخب القومي ما فيش فيها غير اختيار مصطفى شوبير. بص يا أحمد، يعني تصنيفك كإعلامي أنت أحيانا بتحب تبقى ذوق مع البعض يعني لازم. ولكن البعض بيكون صغير مش على مستوى حاجة، على مستوى الفكر والتركيز مع لاعب بالشكل ده، ده بيقلل منك ومش بيقلل من لاعب، اللاعب مستواه يقيمه. وانا هنا عايز اقول حاجه عشان نبقى حتى متصقين مع نفسنا، شأن زملكاوي خالص، شفنا كلام ان كابتن نادر السيد كان وكيل اشيمبونج، اشيمبونج رجع قال التسويه اللي حصلت من خلال كابتن نادر السيد انا غير مسؤول عنها، لقينا بعد كده ابن كابتن نادر السيد بيقايد في الفريق، خرج بعض الجمهور اتكلم عن اللاعب وليه تأيد في الوقت ده. والله يا أسامة كتبت نصا، اللاعب نحكم عليه بمستواه بالظبط. اتنتقد او قول وجهة نظرك في موضوع في معطيات وفي اخبار، حق اي حد يقيم اعلاميا، وفي قضية لاعب واخدها مش شأننا خالص، ولكن اتكلمت في حتة مستوى اللاعب، قايم لما اللاعب يلعب بالزبط. لما اللاعب يلعب تقدر تحكم عليه. وفكرة ابناء اللاعبين الموضوع بيتاخد، دي مشكلة بتبقى عبء عليهم مرتبط بشخصيتك انت لو تقدر تتغلب عليه، فعشان كده بشوف ان دي مسؤولية اكبر على اللاعب. الجمهور والاعلام مش هيساعدك، انت اللي محتاج تساعد نفسك. لا، الجمهور ساعده وفارس بالفعل، ما هو ده بقى اللي انا عايز اقوله يا شيماء. بالظبط، انت بقى اللاعب اصلا لسه ما لعبش، عشان كده ده الوضع المختلف، دي الحالة اللي خلت الجمهور يحس لا الموضوع تربص، وليه تربص؟ ده اللي انت هتوريه لنا. بالظبط، الفكرة كلها ان هذا الاعلامي يعني حاول يتصيد المعركة مع كابتن شوبير في مصطفى شوبير، فكان جمهور النادي الاهلي بصراحة عمل هاشتاج دعم كبير جدا لمصطفى شوبير، لان احنا هنا قلنا ده لاعب ابن النادي، ابن من ابناء النادي الاهلي، ووجب على جمهور النادي الاهلي واعلام النادي الاهلي ان هو يدافع عنه، خاصة لما يكون الامر في تعنت. ادي عمرو سعد مثلا على تويتر كتب: مصطفى ابن الاهلي حاليا مش ابن شوبير، مصطفى لاعب الاهلي كلنا وراه، كل الدعم الى اي فرد في المنظومه، كلنا معاك يا مصطفى، مصطفى شوبير الجمهور وراك. دي طبعا تويته او بتعبر عن الاتجاه السائد في التويته دي او الهاشتاج ده لمصطفى شوبير. عندنا بقى اكتر واحد يقدر يرد على اختيار مصطفى شوبير هو مين؟ هو المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي الكابتن شوقي غريب، عشان يحسم الجدل تماما حول اختيار مصطفى شوبير. نسمع الفيديو ونرجع نعقب. الناس بتتكلم بتقول هو ليه انا خدت 5 اجوان؟ طب هو دي اول معسكر اخد فيه 5 اجوان؟ عشان الناس تقول لي ليه انا خدت 5 اجوان؟ ما هو مش اول معسكر. طيب ما انا خدت محمد صبحي قبل كده وما كانش بيشارك خالص، وقلت له لازم تمشي من نادي الزمالك، لازم تروح نادي تاني عشان تلعب. ولو تفتكر لعبت ماتش كوريا في الاجنده اللي فاتت وهو ما بيشاركش خالص في اي مباراه نهائي.
ما شاركش في اي مباراه نهائيه خالص. ولما لعبت محمد صبحي الحارس الاول في بطوله افريقيا اعتمدت على ان محمد صبحي كان هو الحارس الاول رقم واحد في بتروجيت واللي لعب الدوري كله مع بتروجيت واشترك معاه يمكن في الاعداد كله في ثلاث مباريات فقط صح. لكن كانت لنا رؤيه للمشاركه فانا لما يبقى عندي خمس اجوان اختار منهم ثلاثه يبقى عندي اثنين يعني الاثنين دول في حاله بقى لما بنيجي نعمل تحليل الكورونا من ممكن تطلع حد عنده كورونا طبعا هعمل ايه؟ لا قدر الله لا قدر الله يعني انا بجيب لعيب من بيته وبعدين انا لما نيجي اسالين حد بيتسال يقول انا واخد خمس اجوان عشان اختار منهم ثلاثه طب ليه ما حدش بيسالني انت واخد اربعه باك رايت عشان اخد منهم واحد صح ولا واخد اربعه باك ليفت عشان اخد منهم واحد صحيح ولا واخد سته في قلب الدفاع عشان اخد منهم اثنين او ثلاثه صح او واخد خمسه راس حربه عشان هلاعب واحد ويبقى مع واحد احتياطي والثلاثه مش هيسافروا صحيح محدش بيسال اللي بيسال بص اللي بيسال بيسال ليه هدف للسؤال موجه السؤال لاتجاه معين هو بيساله عليه لكن محدش يعني خلينا نكون في عادلين في كل شيء الحمد لله احنا كجهاز كلنا اقسمنا بكتاب الله ان احنا نبقى نعمل بالعدل بين الكل اعتقد رد شافي تماما على فكرة مصطفى شوبير خمس حراس اختار منهم ثلاثة لازم يكون عندي بدائل ولازم يكون عندي احتياطي محمد صبحي لاعب وهو لم يشارك في اي مباراة فدي وجهة نظر فنية والكابتن شوقي غريب كان واضح جدا قال لك اللي بيتساءل عن خمس الحراس مرمى وتجاهل المدافعين ورؤوس الحربة والباك الشمال ده بيتساءل لهدف معين والهدف زي ما احنا قلنا هو دخول معركة مع الكابتن احمد شوبير والد مصطفى شوبير واحنا مش هنسمح بالكلام ده ولا هنتدخل للكلام ده ودعمنا دايما هيكون لكل لاعب يرتدي تيشيرت النادي الاهلي لكن عندنا برضو فارس رساله ثانيه او شهاده ثانيه من اعلامي لا ينتمي للنادي الاهلي اعلامي لا ينتمي للنادي الاهلي وانا بشوفه اتكلم في الحته دي كويس قوي واتكلم من منطق لاعب الكره واتكلم من المبدا العام ان انت ما ينفعش تتجنى على لاعب لتصفيه حسابات نشوف كابتن احمد حسام ميدو قال ايه ونرجع نعقب طبعا القائمه بتضم مصطفى شوبير كحارس خامس خلينا ان في ناس كتير وقفت عند الموضوع ده وناس بتقول ان ازاي ان كابتن شوقي يضم خمس حراس يا جماعه ده معسكر ما فيهوش ماتشات والراجل ممكن يكون عايز يشوف كل الناس كابتن شوقي عايز يشوف كل الناس مصطفى كان بينضم قبل كده مع الفريق انا عارف ان هو ما بيشاركش لكن هتلاقوا ان في لعيبه برده تانية موجوده في قائمه المنتخب الاولمبي ممكن تكون ما بتشاركش بشكل اساسي لكن المدرب بيبقى بيختار ناس وعايز يشوف الناس كلها ممكن لا قدر الله اي وقت اي حد من الاجوان بتوعه يقعوا يبقى هو جاب الراجل ما تربطوش الموضوع يا جماعه والنبي بموضوع يعني ما حدش صفح حسابات مع شوبير مع احمد شوبير مع كابتن شوبير في ابنه لان صدقوني يعني حرام ان انتوا تظلموا الاولاد دي حرام فرق ما بين وعلى فكره الموضوع مش على شوبير بس ولا على مصطفى شوبير بس ولا على اي حد دايما اولاد النجوم واولاد الناس اللعيبه اللي كانت بتلعب بيدفعوا فواتير اهلهم ليه مش عارف حرام دي اولاد صغيره لسه طالعه كلام واضح ومهم في نقطتين الاولى عن تصفيه الحسابات اللي اتكلمنا فيها والجزء الفني حابب ابدا برضو فيه في نقطه معينه الحارس الثالث في النادي الاهلي يا جماعه النادي الاهلي ده اكبر نادي في افريقيا المستوى بتاع حارس النادي الاهلي الثالث ما ينفعش اقول اصل انت حارس ثالث في النادي الاهلي فده معناه ان انت مش حارس كفء التقييم ده سطحي جدا عايز اسال سؤال اي حارس من الحراس الاخرين المختارين للمنتخب الاولمبي باستثناء كابتن مصطفى شوبير لو اتقال له يا اسامه تعالى النادي الاهلي وهتبقى حارس ثالث هيروح طب ما هيصدق الاهم يا فارس ما كابتن احمد شوبير نفسه والد مصطفى شوبير كان حارس ثالث وكان بيحرس منتخب مصر بطل عشان كده فكره ان انت تستنى على اللاعب انت عندك شمايكل الابن والاب مالدين الابن والاب فورلان الابن والاب ولاعبين كتير جدا لا احنا نستنى نشوف مصطفى شوبير وزي ما بنتكلم كابتن شوقي غريب اتكلم على حارس مرمى قبل كده خده وشارك وهو بيلعبش عندنا احمد عيد
لاعب الزمالك متاخد وكل اللي لعبه 158 دقيقة. إذن اللاعب متاخد عشان أنا عارف مستواه وشخصية الحارس اللي جوه النادي الأهلي، الخبرات التراكمية اللي بيكسبها. أه طبعا اللاعب بيفرق، وعايز أشوفه عن قرب كمان. بالظبط، ودي فرصة، ومتاخد حارس من ضمن خمس حراس. أتمنى يكون عندنا مزيد من العقل، إذا أراد البعض العقل، لأن اللي عايز يفهم الموضوع بسيط، اللي مش عايز يفهم نحاول نفهمه. ولا عايز يتخانق يتخانق بعيد عن اولادنا. بالظبط. طبعا مش هننسى نشكر الكابتن احمد حسام ميدو اللي استعان برايه، وده بيدل على سياسه البرنامج هنا، اننا مش بنختلف مع الاشخاص ولكن بنختلف مع الاراء. قد تتفق ارائنا مع بعض الاراء فبنستعين بيها، وقد تختلف الاراء فطبعا بنجيب هنا في الاهلي خط احمر وبنرد، فالموضوع مش خلاف مع اشخاص اطلاقا.